يقول السائل: وما الفرق بين الاناشيد يا شيخ؟ حقيقة الاناشيد يا جماعة الفترة الأخيرة صار فيها كثير من التساهل، يعني أصبحت أشبه ما تكون بالغناء بصراحة. يمكن توافقوني على هذا. تذكرون الأناشيد يا جماعة اللي كانت قبل كل 8 سنوات 9 سنوات؟ تذكرون شريط صمتا صمتا وجول الشباب أصوات خشنة والجمال ينشدون، وإيش الأناشيد اللي كانت تطلع سابقا، الأناشيد الإماراتية والكويتية والبحرينية والسعودية، تحس قدامك رجال ينشدون. الفترة الأخيرة حقيقة دخلت النشيد أقوام، يعني قصد يمكن الربح المادي أحيانا حتى نفس البيئة الوطن، وصار فيها آهات وتألهات ونفس الكلمات صارت يعني ليست كلمات رجولية. يعني مرة سمعت شريط نشيد شغل لي واحد كذا ركبته وطفيناه على طول: يا قلبي يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي يا اغنية يا اخي ولا نشيد، يا قلبي يا عيوني يا حبيبتي اموت عليك ما ادري. بعدين قال: يا امي ما شاء الله. ونص الشريط: يا قلبي يا حبيبتي بعدين رجعت يا امي. نلعب على بعضنا اضافه الى الخلفيات التي في الخلف، انواع التركات، انواع الصدى، انواع الاعاجيب حقيقه. يعني تذكرون كان فيها اغنيه قديمه ما ادري الشيبان اللي قدامي يذكرونها ولا لا، معلي مع احترام بس الشيبان يعني على اعتبار اللي تعدى 30 لا مسألة البراقع يا سعد ما ادري ايش وش لا مسألة البراقع يا سعد ايش؟ ايش دعوة عاد؟ ابو احمد لا مسألة البراقع طلع الماضي يقول لا مسألة البراقع يعني مسألة التنمي اغنيه قديمه تفاجأت قبل كم يوم واحد اعطاني شريط نشيد فاذا هي مين؟ لكن شايل الموسيقى وحاط صدى ويقول لا بس انت براقع يا سعد الكلامي. قلت له على بعضنا وين النشيد الاسلامي؟ ايش على الاسلام لا بس انت براقع؟ ينبغي حقيقه عدم النزول بالمستوى الى هذا الانحدار الشديد. تبغى تسمع اسمع قران، اسمع قصائد يعني جاده، اسمع اناشيد جاده لبعض المنشدين اللي الى الان ما انحدر بهم السلم كثيرا. اما يا جماعه الاناشيد اللي فيها خلفيات وتركات، انا طبعا اتكلم الان غير الاناشيد اللي فيها دف، الحين فيها اناشيد فيها دف صريح يعني وضرب وغيره، انا اتكلم الان على الاناشيد اللي فيها الخلاف. اما اللي فيها دف وضرب فهذه عرف احنا نسميها اناشيد، سماها اغنيه. ايش الفرق يا جماعه لما يعني يقول يا حبيبتي يا حبيبتي ولا يا حبيبتي يا حبيبتي يا صديقتي فلان؟ يعني ما الفرق يسير ما دام ان المساله كلها فيها تهيج لعوارض. لو تبغى تنشد فامك تنشد نشيدا يكون جادا بصوت اجش. اما حقيقه التساهلات يا جماعه انا احذر حقيقه من تعلق القلب بها، احذر. مره كنت مع واحد من الشباب قبل 5 سنين قبل قطع الاناشيد اللي نزلت عاد كثير، ف كنا ماشيين مشوار وخلصت السواري. قلت له: يا ابو عبد الله شغل الشريط نستفيد منه. قال لي: طلع شريط الشيخ العثيمين، شريط ابن باز، شريط يعني لاحد الدعاة نستفيد منه. قال له: مستحي منك يا شيخ. هذا قبل 5 سنين، الان خلال 5 سنوات الماضيه طلعت اناشيد الاوروب ودف. قلت: ليش؟ بصراحه ما معي الا اناشيد. قلت كذا؟ قال لي: طيب سمعنا اناشيد، خلينا نسمع. كنا راكبين في سيارة هيروكس، فهو لما درى اني بركب معاه في هالمشوار جمع الاشرطة اللي بالسيارة وحطها في كيس الكتب ورماها ورا المرتبة. يستحي مني، شوف يعني ما دام شيء تستحي منه مثل ما قال النبي: الاثم ما حكى في صدرك وكرمت ما اقبل عليه الناس. قال: اجل الشيخ تقدم شوي وتقدم ظهري ويرفع هذا ويطلع كيس كامل فيه 26 شريط نشيد، ما بينها ولا شريط قرآن، ما بين ولا شريط لعالم من العلماء ولا داعي من الدعاة. ويبدا يسمعني هالتفاهات، طلع الشريط ودخل الشريط وطلع الشريط ودخل الشريط. تعلم الحقيقة أن يصل إلى هذا المستوى. طبعا لا أظلم أنا جميع الأناشيد، لكن أتكلم عن ما كان فيها الحدارة. أما التي فيها أورق ودف فهذه معازف بالإجماع أنها ما تجوز إلا ما ندر، والذين أباحوا الدف من العلماء أباحوا في أشياء أوقات معينة للنساء، في العيد، في العرس، في استقبال الجيش. اما ان الواحد يقول لا والله في عالم جاب جزء الدب في بيت يسمع 24 ساعه، لا ما ينبغي حقيقه تساهل مثل هذا.
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.